كنت بسأل عن الديسيبلين، ازاي بيبقى عندك ديسيبلين انك بدل ما مثلا تبقى عايز تعمل حاجة تسهر وقت اكتر لغاية بالليل والكلام ده كله، ازاي بتقدر تفصل ان هو لأ دلوقتي انا لازم انام او اعمل حاجة معينة؟ بتبقى صعبة الصراحة يعني. وانا في مصر كان دايما اصحابي بيخرجوا ومش عارف نروح سينما مش عارف ايه، وانا عندي ماتش اليوم اللي بعده. اللي ساعدني في الموضوع ان انا كان عندي هدف واضح قوي بالنسبة لي ان انا عايز اوصل وابقى حاجة كبيرة، واي حاجة هتيجي جنب الهدف ده ماليش دعوة بقى. اصحابي مثلا ابويا وامي عايزين مثلا ننزل ناكل بالليل وانا عندي ماتش اليوم اللي بعده، ما فيش. فتقريبا الموضوع ده بتتعلميه لما تكوني انت حاطه قدامك هدف وعارفه الهدف كويس قوي، او لما تبقي خلاص في دماغك انت عايزه توصلي للهدف ده، اي حاجه هتيجي على الهدف هتبقى بالنسبه لك يعني ملهاش لازمه. عشان كده الديسيبلين ده بالنسبه لي هو من اهم الحاجات يعني في اي مشوار، مش بس الكوره يعني، لو شغل، لو عايزين تفتحوا مثلا براند اي حاجه، الديسيبلين ان هو انا هشتغل وهعمل شغلي، كل اللي بره اللي حواليا مش هيأثر، دي اهم حاجه. ما شاء الله بتتعلم لانجويجز كتير وبتبقى فلوينت فيها في وقت مش كبير يعني. ازاي بتقدر تعمل ده؟ او عشان بحس ان الواحد يتعلم لانجويج جديده بتبقى حاجه صعبه قوي. انا قعدت اول 6 شهور مش عارف اتعامل مع الناس يعني، مش عارف اطلب قهوه حتى، فكنت مضطر ان انا اتعلم، وما كانش معايا حد في الفرقه بيتكلم عربي، كانوا بيتكلموا انجليزي خفيف. فلما كنت بتعلم كنت بتكلم على طول، وانا بحس ان اهم حاجه لو حد بيتعلم لغه ان احنا نقعد نتكلم. انت مثلا بتتكلم اسباني، هحاول اكلمك اسباني، فانت يعني هتصحح الغلط اللي انا بعمله، فالمره الجايه هفهم. انا عايز اتعلم دلوقتي فرنساوي بقى.